الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ويوم جديد وتغطية خاصة في استاد الأهلي للقاء الأهلي وسموحة نصف نهائي كأس مصر، البطولة الأكثر تتويجا بها النادي الأهلي 35 مرة. طبعا في البداية برحب بضيوفي الكرام، الناقد الرياضي الكبير الأستاذ أحمد فاروق، أهلا بكم نور النهار. أهلا بك كابتن محمد، وبسعد دايما بالتواجد معك. دايما كده تكون مشرفنا. أيضا محلل الأداء أحمد ثابت، أهلا بك ومنورنا النهاردة. أهلا بك وبسعد دايما بالتواجد مع حضرتك. نتكلم على كأس مصر، البطولة الأولى في الكرة المصرية، أقدم البطولات. النادي الأهلي فاز بيها في موسم 24، وكانت على حساب الترام زي ما قلنا لحضراتكم من قبل، ولكن النادي الأهلي هو الأكثر فوضى بهذا اللقب 35 مرة، يلي نادي الزمالك، ثم يلي فرقة أو فرقتين، واحدة منهم من الفرق اللي دلوقتي بتصارع، كانت السنة اللي فاتت بتصارع من أجل البقاء في دوري الدرجة الثانية. تخيلوا فريق الترسانة من الفرق اللي لها تاريخ كبير جدا، 6 كأس مصر، زيها زي الاتحاد السكندري 6 كأس مصر، ولكن للأسف الترسانة بتاعت كثيرا، ولكن أكيد مراحل الكأس دي كانت أيام الشاذلي ومصطفى رياض. طبعا، وتاريخيا حتى الترسانة غزل المحلة الأولمبي، الخريطة اتغيرت شوية ودخلت أندية مختلفة، ودينا بنشوف النهاردة سموحة من حوالي 5-6 سنين كان ما فيش حد يعني يتوقع أنه ينافس على دوري أو يوصل سيمي فاينل كاس، ووصل فاينل في سنة من السنوات، فخريطة الكرة بتتغير، لكن يبقى طبعا الأهلي هو على القمة يعني سواء في الماضي أو في الحاضر. يعني أحمد، ديك تعقيب على موضوع الكاس مصر والبطولات والتنافس. هي أصل بطولة كاس مصر بتبقى عكس الدوري، الدوري مثلا الفريق الكبير دايما هو اللي يعني بيحصد موسم كامل، لكن الكاس بتبقى عدد مباريات معينة، فبيبقى فيه مفاجآت أكتر، عشان كده ممكن حضرتك تلاقي الترسانة، تلاقي طبعا الترسانة فريق كبير، بس ممكن تلاقي فيه مفاجآت دايما يعني. وبعديه بقى المقاولين 3 مرات، إم بي 3 مرات، حرس الحدود مرتين، كان ساعتها بيتقال عليه مره حرس الحدود ومره اعتقد السواحل، وبعد كده الاسماعيلي ايضا مرتين، الاولمبي مرتين، والقناه والترام والمصري حصل عليه مره واحده. خلينا نفكر حضراتكم بمشوار النادي الاهلي في بطوله الكاس. كان في اللقاء الاول فاز على الالومنيوم بسته اهداف مقابل لا شيء، كان احرز اهداف النادي الاهلي عمرو جمال هدفين، ومؤمن زكريا هدف، وعماد متعب هاتريك في هذا اللقاء. ثم واجه بعد كده فريق الداخلية وفاز عليه بهدفين مقابل هدف، كان أحرز الأهداف عمرو جمال وحسام غالي، وبعدها واجه وادي دجلة وفاز عليه بأربع أهداف مقابل هدف، كان صالح جمعة جاب هدفين، ومؤمن زكريا وعماد متعب الهدف الشهير. في حتى في بطولة الكاس دخل عمرو جمال في الأهداف، عماد متعب هو كمان دخل في يعني في الهدفين، مؤمن زكريا قعدته سواء في الدوري سواء في الكاس على طول موجود في قائمه التهديف. مشوار النادي الاهلي ابتدى طبعا بقوه، اهداف غزيره سواء امام الالومنيوم وحتى امام وادي دجله، واحد من الفرق الكبير. صحيح، الاهلي زي ما اتكلمنا في البطوله العربيه ان هو استفاد من وجود صف ثاني قوي عنده يضاهي الصف الاول، ده برضه استفاد منه في كاس مصر في اكتر من مباراه، بعض العناصر اللي ما كانتش بتشارك بشكل اساسي في الدوري او حتى اللي بيشاركوا في الدوري قدر يعمل مزيج وقدر يمشي باريحيه في الكاس، شفنا بنتائج كبيره ومنطقيه على الالومنيوم 6-0 وعلى وادي دجله وهو واحد من الفرق المحترمه جدا في الدوري 4-1، فاعتقد ان ده دافع كويس جدا ان شاء الله النهارده يتجاوز ويبقى يعني يتبقى مباراه واحده باذن الله تكون مباراه التتويج ان شاء الله. احمد، عماد متعب وعمرو جمال، عمرو جمال في البطوله 4 اهداف، عماد متعب او 3 اهداف، عماد متعب 4 اهداف، حسام غالي وجود مؤمن في تشكيله الهدافين للنادي الاهلي. مباراه الكاس الاهلي حتى في الكاس ما بيلعبش بطريقه تحفظيه، الكل يعني في كل الماتشات، كان ماتش الداخليه الوحيد اللي كان فيه تفوق بهدف مقابل يعني بفارق هدف على فريق الداخليه. طبعا يمكن النادي الاهلي بيلعب في البطوله دي، خلي بال حضرتك ان البطوله دي طبعا غايبه عن النادي الاهلي بقالها 10 سنين، البطوله دي عندنا دافع مهم جدا ان احنا نحصل عليها، كمان هيبقى ان احنا ناخد الدوري وكاس مصر ما حصلتش برده من 10 سنين، من 2007 نجمع الاثنين مع بعض، فدي طبعا يعني عندنا الدافع مهم جدا وحافز مهم جدا للنادي الاهلي وعند الجهاز الفني خاصه وعند الاداره ان انت تحصل على الكاس، بطوله مهمه جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي طبعا، يعني اهم طبعا بكتير من البطوله العربيه. طبعا لازم نستفيد، استفدنا من البطوله العربيه نحصل بقى وين يعني نحصد اللي احنا عملناه في البطوله العربيه نحصل عليه في كاس مصر باذن الله في البطوله دي. ده امام حضراتكم مشاهدينا اخر يعني اخر ملابسات معسكر النادي الاهلي قبل التوجه الى ملعب المباراه، كابتن احمد ايوب، وكنا شفنا في البدايه ست اللي هو شيرين شمس، وايضا كابتن سمير عدلي وسيد وليد مهدي مدير اداره المباريات، ودي النجوم الفريق بيتوجهوا في محاضره قبل التوجه مباشره الى
ملعب اللقاء هيجريها معاه كابتن حسام بدري لإلقاء آخر المحاضرات أو آخر كلامه قبل مع اللعيبة قبل التوجه إلى المباراة. نقول مشوار سموحة، سموحة واجه المريخ وكسب 3-2 في أول اللقاءات، ثم واجه الإسماعيلي وفاز بهدف مقابل شيء، ثم واجه مصر المقاصة وفاز بهدف مقابل شيء. مشوار صعب ودايما التفوق حتى لما لعب فريق المريخ اللي جاي من الدرجة الأقل برضه فاز بفارق هدف. صحيح الثلاث مباريات بفارق هدف وحيد، لكن ده بيديله دافع قوي جدا لما تجتاز مشوار صعب، تفوز على الاسماعيلي في دور ال 16 وتفوز على المقصه في دور الثمانيه، واجه فرقتين من اقوى فرق الدوري، حتى الاسماعيلي لو ترتيبه متراجع شويه لكن يبقى فريق له قيمه وفريق له تاريخ. المقصه طبعا واحد من افضل فرق الدوري في اخر ثلاث سنين والوصيف في السيزون الحالي، فانا اعتقد ان سموحه يعني داخل مباراه النهارده بدوافع كبيره جدا جدا. لكن طبعا لما ندخل في الجانب الفني شويه نتكلم عن بعض الغيابات اللي عنده، هو مشوار صعب والمشوار الصعب ده كان له ثمن طبعا على صعيد الاصابات وما شابه يعني. طيب احمد، شايف واقعيه سموحه في الكاس ما بيلعبوش اوبن جيم، بيبقى خطوطهم الى حد ما بيلعبوا على الطرق الدفاعيه اكثر في مواجهات الكاس، خاصه ان احنا شايفين ان ما بيتفوقوا يعني، ما فيش ماتش حتى لما لعبوا المريخ ما كسبوش بفارق اهداف كبير. هو في ماتش المريخ كمان في البدايه المريخ بصراحه تعرض لظلم تحكيمي في المباراه دي اللي كانت في شهر فبراير او في ديسمبر كمان، فكان في ظلم تحكيمي حتى لسموحه عدى في الماتش ده بصعوبه جدا، في ماتش الاسماعيلي كمان عدى بصعوبه، ماتش المقصه وصل لاشواط اضافيه وكسب بهدف ضربه ثابته وضربه ركنيه. فالسموحه مشواره صعب جدا ويعني نقدر نقول ان هو بيكسب بصعوبه يعني، بتعدي كده يعني كل مباراه، ولكن طبعا هم بيقفلوا كويس وعندهم دافع، اللعيبه كلها عايزه تثبت نفسها، في لعيبه عايزه تقدم اوراق الموسم الجديد، تثبت نفسها عند المدير الفني الجديد استراقه، بطوله مهمه اكيد اي لاعب منهم اكيد عايز يحصل على كاس مصر. لا اكيد سموحه طبعا عندهم الدافع ولازم طبعا نحترم فريق سموحه بالتاكيد. وهاخد من كلامك واقول ان كابتن احمد ايوب المدرب العام للنادي الاهلي صرح بان مواجهه سموحه ما هي سهله، فريق بيمتلك العديد من العناصر الكويسه، العناصر الجيده اللي ممكن يشكل خطوره على النادي الاهلي، ولكن هو واثق في امكانيات لاعبي النادي الاهلي وواثق في امكانيات فريقه ان هي قادره على العبور، خاصه ان كمان هيكون بيحضر اللقاء الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده هيكتور كوبر الارجنتيني، استعدادا بقى لعايز يجهز نفسه قبل لقاء اوغندا. والكابتن اسامه نبيه المدرب العام للمنتخب الوطني قال ان مباراه الاهلي وسموحه هتحدد ميعاد معسكر المنتخب القادم، سواء في حاله فوز الاهلي ووصوله للنهائي هتاجل المعسكر ليوم 22، في حاله لا قدر الله فوز سموحه فهيبقى معسكر المنتخب هيبتدي يوم 20، فحتى لقاءات الاهلي هي اللي بتشكل نفس الكلام في البطوله العربيه. نعم برضه هي اللي بتشكل معسكرات المنتخبات، يعني مباراه الاهلي في البطوله العربيه برضه هي اللي حددت موعد مباراه الكاس في حاله خساره الاهلي، وده اللي حصل للاسف قدام الفيصلي. كانت مباراه الكاس اتقدمت يوم، لو كان الاهلي تقدم للمباراه النهائيه كانت اتاخر يوم، فدايما الاهلي لانه بيوصل لادوار نهائيه في مختلف البطولات فده بيأثر على مواعيد المباريات وحتى المعسكرات يعني. كمان لان القوام الرئيسي للمنتخب مصر من النادي الاهلي، يعني في اكتر من القائمه لما تتعلن هيبقى فيها اكتر من 10 لعيبه من النادي الاهلي، يعني لو عدناهم مثلا شريف اكرامي، سعد سمير، ربيعه، احمد فتحي، عمرو السوليه ممكن يخش، صالح جمعه ممكن يخش، مؤمن زكريا ممكن يدخل قدام، ممكن عمرو جمال طبعا، نعم. عمرو جمال ده اساسي عنده، وارد يكون حسام عاشور، وارد يكون ممكن طبعا حسام عاشور، يعني في عناصر كتير جدا في النادي حوالي 8 او 9 لاعبين، فبالتاكيد يعني القوام الرئيسي بالتاكيد اكتر نادي فيه لعيبه في منتخب مصر هو النادي الاهلي، عشان كده بتاخر المواعيد بالتاكيد عشان النادي الاهلي. طيب نخش في المواجهات، الاهلي وسموحه تواجهوا 16 مره، الاهلي فاز في 8 مواجهات اخرهم كان على فريق سموحه في الدور الثاني من الدوري باربع اهداف مقابل هدفين، وكان الصراحه واحد من اجمل اللقاءات اللي شفناها في الفترة الأخيرة. النادي الأهلي حتى صالح جمعة كان متألق في هذا اللقاء، وتو جوادي، مؤمن زكريا، وعمرو جمال بيظهروا، وده حسام عاشور بيظهر في الكادر أمام المشاهدين، والتفاعل دايما النادي الأهلي لما بيروح أي مكان بيبقى حدث بالنسبة للناس اللي شغالة في الفندق، الناس اللي في الشارع، الناس اللي مقيمة في الفندق برضو. يعني معلش انا هطلع من حتة المواجهات واروح، لان انت لما تكون في مكان وتلاقي النادي الأهلي ده حدث بالتأكيد. ويمكن على يعني على ذكر كلامك النهارده كان في
احد العلماء الافاضل يعني كان بتكلم معاه هاتفيا وقال لي ان انا كنت بخطب الجمعه اللي فاتت وفوجئ ان لاعب الاهلي كان هو الخطيب. يمكن كانت معانا حتى كنا موجودين هنا في الجمعه معانا الكواليس وكان معانا اللقطات. كان بيقول لي ان هو كان موجود وفوجئ ان لاعب الاهلي موجودين في المسجد وان قناه الاهلي بتصور وكان ما هو كان سعيد جدا بالشيء ده وكان كل الموجودين سعداء. فيعني ده على ذكر اللي انت قلته فعلا تواجد لاعب الاهلي وتواجد فريق الاهلي حتى مش فريق الكوره بس يعني اي فرق من الاهلي. عايز اسالك سؤال بس معلش ده على الاهلي ولا ما دعش؟ طبعا يعني تواجد اي شيء يخص الاهلي بيخلق حاله جميله جدا والاهلي طبعا شعبيته غنيه عن التعريف يعني. تاني برضه احمد طبعاً. انت بخلاف يعني وجودك في الوسط الرياضي وجودك في مكان بيكون فيه النادي الاهلي طبعاً. بيبقى يعني حاجه اعظم نادي في افريقيا يعني اعظم نادي في افريقيا النادي الاهلي. فبالتاكيد اي لما تلاقي اللعيبه في اي مكان او الجهاز الفني او في اي مكان الناس اللي لازم تروح تتصور معاهم ده شعبيه النادي الاهلي في كل مكان يعني اعظم نادي في افريقيا بالتاكيد يعني. نرجع تاني للمواجهات. النادي الاهلي كان واجه سموحه في الدور قبل النهائي في كاس مصر الموسم الماضي وفاز عليه بهدف مقابل لا شيء كان احرزه سعد سمير. الدور الاول نفس النتيجه تكررت بنفس اللاعب سعد سمير في الدقيقه 90 بيحرز هدف كان جميل جدا جدا جدا. وسعد ما شاء الله في هذا الموسم طور من نفسه تماما يعني نموذج للكفاح نموذج للتطور نموذج للشباب اللعيبه الشباب اللي حاسه ان هي مستواها الى حد ما مش بالصوره المناسبه بيشوف سعد سمير عمل مع نفسه ايه. كان في فتره من فترات كان ممكن يكون مستبعد من النادي الاهلي ولكن داس على نفسه واتعلم كويس جدا والتزم بشكل كويس جدا وفي الاخير سعد سمير في المنتخب الوطني. طبعا تحسب كمان لكابتن حسام البدري ان انت بتثق في المدافع ده وتحسب معانا كواليس فريق برضو سموحه منافس النادي الاهلي في هذا اللقاء تحسب لكابتن حسام البدري والمهندس محمود طاهر. المهندس محمود طاهر يمكن سعد طلع قال ان هو اول واحد كان داعم ليه في التليفون قال ان هو دعمه واحنا عايزك وانت هترجع تكون احسن من الاول. وكابتن حسام البدري اول لما جه ومسك مقتنع بيه جدا واداله الثقه والراجل اتطور بشكل كبير. افضل مدافع في مصر حاليا هو سعد سمير يعني افضل مدافع في الدوري وتصويت الجماهير على السوشيال ميديا افضل لاعب في الاهلي الموسم ده هو سعد سمير. سعد سمير اتطور جدا لعيب قتالي حتى تحضير الهجمه. والميزه كمان اللي هو اتطور فيها حاجتين حته ان هو كان دايما نقول عليه ان هو بصراحه يعني كنا دايما نقول عليه متهور شويه بيرتكب اخطاء كتير. لا الموسم ده ما خدش ولا انذار حته التطور راحت خالص ممكن نقول ان هو نضج نضج كرويا طبعا اتطور جدا. وسعد يعني سعد درس لكل لاعب في مصر لان لو نفتكر في الميركاتو قبل اللي فات الاهلي تعاقد مع احمد حجازي ورامي ربيعه رجع رامي ربيعه من سبورتنج لشبونه فلعيب جاي من ايطاليا ولعيب جاي من سبورتنج لشبونه كان الطبيعي جدا جدا ان هم المدافعين الاساسيين في النادي الاهلي. ده شيء يحبط اي لاعب بيلعب في مركزهم. سعد بعد ما كان عنده طموح ان هو يستمر في المركز الاساسي ويبقى واحد من اهم العناصر في الفريق سعد لا خرج منه اي تصريح اعتراض لا خرج منه اي يعني ما خرجش منه اي موقف يؤكد ان هو حتى متضايق كافح واستمر وادى بشكل رائع لغايه ما فرض نفسه وبقى واحد من مش هنقول افضل اللاعبين في الاهلي ده افضل لاعب في مصر. انا في رايي الشخصي وبدون اي مبالغه سعد سمير هو افضل لاعب في مصر 2016 2017 فده درس لكل لاعب مصري فعلا قدمه سعد سمير. كنا شايفين لعيبه سموحه ومنهم احمد رؤوف وفي حوار ما بينهم وبين احد المسؤولين في النادي الاهلي واحمد رؤوف كان بيلعب في النادي الاهلي من قبل هو واحمد نبيل منجا حتى كان بيلعب كاميرا قناه النادي الاهلي واحد من شباب النادي الاهلي و بالتاكيد ان ده الاحتراف وفرقه سموحه من الفرق حتى في غياب العديد من النجوم بسبب الصليبي اللي صراحه كانت من اهم اسباب الابتعاد سموحه الى حد ما عن النتائج القويه يعني جالهم 6 أو 7 صليبي كانت حاجه صعبه جدا على اي غير عادي طبعا يعني كان ما حصلش في اي نادي في العالم تقريبا يجي لهم 7 رباط صليبي في موسم واحد دي مستحيل صعبه وحتى اللعيبه من اللعيبه التوالى. ولكن برضه سموحه بيحسب له انه عنده برضه قوام يقدر يعوض النجوم الناس شاركت بشكل كويس على الرغم ان هم هذا الموسم خلصوا مركز خامس حتى في الكونفدراليه في خروج من الكونفدراليه تغيير المدرب و ذهاب مؤمن سليمان واستخدام المدير الفني التشيكي ستراكا. ستراكا برضو من المديرين الفنيين اللي عنده بعض الخبرات لوجوده في النادي الاسماعيلي وانت كان ليك تعقيب على
استقطاب المدربين للنادي الاسماعيلي في الاجانب. ده صحيح، ولو نرجع بالتاريخ الاسماعيلي من يعني كان واحد من افضل الفرق اللي استقطبت مدربين اجانب في تاريخ الكره المصريه. لو نفتكر بوكير والكره اللي قدمها مع الاسماعيلي، لو نفتكر فوتا والكره اللي قدمها مع الاسماعيلي، كان رجعنا حتى لماركوس ورجعنا المدربين حتى قبل فتره القرن الجديد في التسعينيات وما شابه. دايما الاسماعيلي يعني عنده عين كويسه جدا في المدربين، لكن عنده نقطه سلبيه في المقابل وهو انه ما بيكملوش، بيجيب مدرب رائع يعمل معاه سيزون رائع او 6-8 شهور ويمشي يعمل، ودي اتكررت كتير جدا. فانا يعني دي برضو نقطه يعني ايجابيه وسلبيه في نفس الوقت، لكن اشتراك المدربين المميزين جدا جدا. ولما اتكلم في النقاط الفنيه هنوضح ان هو فعلا مدرب ذكي جدا، ده اولا. ثانيا قاري كويس النادي الاهلي، ودي نقطه مهمه جدا. لما لعب في مباراه لما كان بيقود الاسماعيلي قاري كويس الاهلي ومذاكر الاهلي كويس جدا وعامل مباراه رائعه قدامه. فانا اعتقد المباراه بوجود مدير فني زيه مش هتكون سهله يعني. طيب احمد، انت كنت شايف استراكا ازاي في الفتره اللي كان مقضيها مع النادي الاسماعيلي، المواجهه اللي واجهها للنادي الاهلي وايضا بواقي مواجهاته، فكره بيتشكل ازاي داخل الملعب؟ تمام، هو مدرب مميز جدا اولا، يعني يمكن هو حقق نتائج برده كويسه مع النادي الاسماعيلي، وخل رجع كره الاسماعيلي اللي احنا كنا عارفينها اللي هي الكره الحلوه اللي هي التمريرات القصيره دي، رجع لهم الكره فعلا. هو يمكن بيلعب بطريقته المعتاده اللي هي 4-2-3-1، دايما هو بيعتمد عليها، بيخلي دايما الارتكازين، بيفضل ان هم يكونوا بمهام دفاعيه اكتر، بيدي حريه حركه للرباعي، وهنتكلم عليها في لما نيجي نتكلم الجزء الفني، هيبقى الرباعي الامامي عندهم حريه حركه. يعني مثلا هنلاقي النهارده احمد لالا هو بيدي له مهام، بيقول له روح خد ما تقلقش. ليه؟ لان مثلا هيبقى متامن بمانجا ومحمود عبد العزيز، هيقول له روح ما تقلقش، اقطع لجوه وشوط. هتلاقي فيها هتتكرر كتير جدا، مثلا حسام حسن على الجنب الثاني، عمرو المنوفي برده نفس الكلام، احمد رؤوف، هتلاقي مدي حريه حركه، دي ميزته. هتلاقي مدي تعليمات وحذر دفاعي مهم جدا لايمن اشرف ورجب بكار، هيقول لهم ما يتقدموش. ده يعني نفس الطريقه اللي عملها مع الاسماعيلي اول ماتش، يمكن هو اول لما مسك الاسماعيلي لعب النادي الاهلي، واول لما مسك سموحه هيلعب النادي الاهلي، فنفس الطريقه دي هو هيلعب بتحفظ شديد جدا. يمكن النهارده عمرو المنوفي ممكن يكون ارتكاز ثالث في وسط الملعب مع مانجا ومع محمود عبد العزيز، يعني هينزل على الدايره ما بين الاثنين، ده اعتقد يعني هيبقى كده. واحمد لالا ناحيه اليمين وناحيه الشمال هتبقى حسام حسن، وقدام احمد رؤوف. ده يمكن فكره، يمكن لو عرضنا حتى التشكيله هي ده نفس فكر يعني اللي عمله مع الاسماعيلي. طبعا هو عندهم طبعا الاسماعيلي السموحه عندهم قدرات مهمه جدا في الضربات الثابته، محمود عزت واحد من اهم يعني اللعيبه اللي عندهم في الضربات، لو عرضنا الفيديوهات بتاعت محمود عزت هنعرضها، هي بتجهز دلوقتي وهنعرضها. بس نخش على التشكيل الاول، التشكيله المتوقعه لفريق نادي سموحه، ونبتدي نتكلم بقى على باقي النقاط الفنيه من حيث الادي التشكيله للنادي الاهلي. في حراس المرمى شريف اكرامي، ربيعه ونجيب، علي معلول في الجانب الايسر، باسم علي من المحتمل انه يبتدي بيه اللقاء، كابتن حسام البدري على الجانب الايمن، في خط الوسط عمرو السوليه او حسام عاشور، ومن الوارد انك ممكن نشوف حسام غالي، من الوارد. وفي الامام صالح جمعه، مؤمن زكريا، احمد حمودي وجونيور اجاي، ومن الوارد ان يكون كمان في عبد الله السعيد بادي مع صالح جمعه في الملعب زي ما شفنا في اخر جزء من ماتش الاهلي والزمالك. لو تتذكر احمد كنت شفت وجود عبد الله السعيد وايضا صالح جمعه. صالح جمعه ده مهم جدا انك يعني اعتقد حتى ممكن نحتاجها في وقت من اوقات المباراه، حتى لو ما ابتداش بيهم اعتقد كابتن حسام ممكن في وقت من اوقات المباراه للضغط على خط وسط السموحه، لان خط وسط السموحه هو ابرز نقاط القوه في الفريق. اشتراك مدير فني فلسفته ثابته، هو دايما بيعتمد على خمسه في وسط الملعب، لكنه مدرب عنده مرونه تكتيكيه. يعني لما كان مع الاسماعيلي لعب بالخمسه في وسط الملعب، لعب 4-2-3-1، في مباريات لعب 4-5-1، في مباراة لعب 4-1-4-1، وده اللي عمله قدام الاهلي. قدام الاهلي ظاهريا على الورق كانت 4-2-3-1. طب احنا عايزين نتكلم دلوقتي في كابتن حسام البدري، الحلول اللي قدامه والتشكيل اللي احنا عرضناه. كابتن حسام البدري، من المتوقع ان الشراكة هيبدا بطريقه دفاعيه الى حد كبير، فاذا انت شايف ان ممكن يبتدي يغامر كابتن حسام البدري بالقوة الهجومية الضربة، ويكون الملعب فيه صالح جمعة وعبد الله السعيد؟ ممكن، لكن اعتقد ان الضغط من على الاجناب افضل، لان اجناب سموحه هو عنده مشكله كبيره جدا، واعتقد ان هو اكتر حد حزين برحيل اسلام محارب، لان هو بالنسبه لفلسفته وبالنسبه لفكره لاعب زي اسلام محارب مهم جدا جدا، لان هو بيعتمد على انه يقفل وسط الملعب ويستخدم الاطراف، فبوجود اطراف اقل قيمه شويه، طبعا هم لاعبين ممتازين، يعني في وجود مثلا احمد لالا اعتقد او حسام حسن او حتى لو زق محمد يسري كصانع العاب، هو عنده عناصر هجوميه كويسه، لكن مش بالفلسفه اللي يطبق بها فكره زي مثلا ابراهيم حسن مثلا لما كان في الاسماعيلي. فانا اعتقد ان الضغط على عن طريق الاجناب سواء احمد حمودي او مؤمن زكريا هيكون مهم جدا، الاثنين يبقوا موجودين او ايا مكان الاسمين اللي موجودين على الاجنحه. هل ممكن يكون في وليد سليمان؟
ممكن جدا، ممكن جدا. عشان كده العناصر اللي موجوده على الاجنحه دايما انا اعتقد ان النهارده هتكون هي الفارقه في 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 خطوره النادي الاهلي. طيب احمد ثابت، قبل ما اروح لك، كان في مقوله دايما واثبتت خطاها، كانت دايما بتتقال زمان، يقول لك الملعب ما بيستحملش اثنين حريفه جنب بعض. دي كانت مقوله زمان، ولكن الكره الحديثه دلوقتي كل الفرق في اوروبا بيبقى فيه اثنين وثلاثه حريفه جنب بعض، ما فيش اي مشكله. انت شايف ان الكابتن حسام البدري وارد ان هو يفكر في وجود اثنين من اصحاب بقى المهام الخاصه والقدرات الخاصه، واحد معلم زي صالح جمعه، واحد معلم زي عبد الله السلام؟ الفكره كمان دلوقتي ان صالح جمعه ما ينفعش يقعد دلوقتي، هو حاليا من افضل اللاعبين في مصر، وعبد الله السعيد راجع ما شاء الله برده عامل موسم كويس، ولاعب طبعا بتمريراته لا غنى عنه، فانت عايز تلعب الاثنين. فلما تلعب صالح جمعه يعني التشكيل متوقعه، بس في احتمال تاني ان انت تحط صالح جمعه جناح ايسر، وعبد الله السعيد كلاعب بلاي ميكر في المركز 10. نعم. وحمودي طبعا شايفه حمودي جاهز، يعني ماشي بشكل كويس في البطوله العربيه، اعتقد ان هو جاهزيته هتكون اعلى من وليد سليمان، فكفه حمودي اعلى شويه من الناحيه البدنيه، من الناحيه البدنيه، من الناحيه البدنيه، فلانه جاهز اكتر منه. عبد الله السعيد برده اخذ في المباراه الاخيره لما نزل في الشوط الثاني، فاعتقد ان هو ممكن يدخل في المركز 10 وممكن يجرب صالح جمعه، يعني دي هتبقى فيها سنه مغامره، بس هتبقى مغامره هجوميه لكابتن حسام البدري لو عمل كده، ان انا بلاعب عبد الله السعيد وحاطط صالح جمعه. طبعا هيكلف علي معلول اكيد وش، يعني مش هيتقدم كتير، هيبقى صالح جمعه قدامه وعبد الله السعيد في المركز 10 وحمودي جناح، وطبعا قدام اجايه. بس انا عايز اقول لك برضه موارد جدا، وبطريقه وفكر الكابتن حسام البدري، انا لما هحط انا صالح جمعه في الجناح الايسر هو بالطبيعي عشان عدلته هيضم الى، يعني هيضم الى طبعا قلب الملعب، فعلي معلول هيبقى قدامه مساحه، وعشان علي عنده حته الاوفر، عند انطلاقات احمد لالا في ورا لازم هتدي تعليمات لحسام عاشور، اثنين ديفندرين ممكن لازم هتدي تعليمات لحسام عاشور بالتخطيط، لان هو خطوره سموحه النهارده هتبقى على الاطراف، فانت محتاج ان انت يعني مؤمن زكريا برضه هيبقى، يعني كابتن حسام انت مباريات الكاس فهيبقى فيها نوعا ما الشوط الاول هيبقى فيه حذر شويه، فانا شايف برضه ان ممكن مؤمن زكريا يفضله شويه ويبدا بصالح ويحط عبد الله السعيد على الدكه. ليه؟ لان مؤمن زكريا انت محتاجه قدراته الدفاعيه بتاعته عاليه، وغير ان هو منسجم جدا كمان مع علي معلول، فتقدر ان انت تعمل جبهه تقفل على جبهه احمد لالا ورجب بكار، ومثلا لو مانجا مايل عليهم هيبقوا ثلاثه قويين جدا، فانت محتاج قدامهم علي معلول ومؤمن زكريا مثلا، وبيميل عليهم مثلا عمرو السوليه. طيب انا عايز اسالك في الناحيه، احنا كده خلاص خدنا الناحيه اليسرى، الناحيه اليمنى باسم علي ولا محمد هاني؟ لا باسم علي، باسم علي، لان هو كابتن حسام اكيد هيحط محمد هاني كبديل للقلبين الدفاع، فيبقى عنده بديل على الدكه محمد هاني، لكن باسم علي ماشي كويس بشكل كويس، محطوط في قائمه اللاعبين الاكثر قطع للكرات في البطوله العربيه، باسم علي مميز جدا يعني من احد مكاسب البطوله العربيه، فاعتقد ان كابتن حسام كان مقتنع قوي بباسم علي، يعني عنده قناعات كبيره جدا بباسم علي، اعتقد ان هو اللي هيبدا النهارده. باسم علي عنده حته السرعات، وخاصه كمان ان حمودي دايما بيعمل بيدخل العمق دايما، وباسم علي بيقطع من وراه، عنده حته تحضير الهجمه من تحت، عنده السرعات، عنده المراوغات الناجحه، فباسم علي مميز جدا، واعتقد ان هو هيبقى مكسب كبير جدا. طبعا هنشوف جبهه قويه، ان هم عندهم الناحيه الثانيه ايمن اشرف وقدامه باسم علي. طيب احنا عندنا كلام كتير عن التشكيل وعندنا كواليس كتير جدا، ولكن بعد هذا الفاصل ما تروحوش بعيد، النادي الاهلي حاجه. كان لقاء مراسلنا قناه النادي الاهلي امير هشام مع سياده اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وصراحه تحدث في امور مهمه جدا، عوده الجمهور في نهائي الكاس يجب ان تضع او توضع لها ضوابط مهمه جدا جدا وضوابط خاصه جدا جدا. الحاجه الثانيه ان هو تحدث انه يامل بكل تاكيد على عوده الجمهور مره ثانيه زي ما بيحصل في مباريات دوري ابطال افريقيا، لان الجمهور صراحه جمهور النادي الاهلي هو اللاعب رقم واحد. جمهور النادي الاهلي هو الدافع رقم واحد، اكبر دافع للنادي الاهلي على عبر تاريخه في 110 سنه هو جمهوره، قوته في جماهيره في شعبيته، ودايما الدعم ياتي من الجمهور، فتاكيد مجلس اداره النادي الاهلي والمدير الفني والمدير التنفيذي وكل فرد في النادي الاهلي بما فيهم اللعيبه اكثر ناس بتتمنى عوده الجمهور مره ثانيه حتى ولو بعدد قليل، لانها بتفرق كتير جدا مع النادي الاهلي، وده كان كلام وحوار مهم جدا مع سياده اللي هو شيرين شمس. نرجع ثاني لحوارنا عن طريقه اداء النادي الاهلي امام سموحه وطريقه سموحه امام النادي الاهلي، المدير الفني الجديد اشتراكه في مواجهه
مع الكابتن حسام البدري اللي كان تفوق عليه في المقابلة الأولى ما بين الأهلي والإسماعيلي حينما كان اشتراك المدير الفني التشيكي المدير الفني لنادي الإسماعيلي وقتها. نرجع أتكلم مع ضيوفي الكرام أحمد فاروق، أتكلم معاك على طريقة الكابتن حسام البدري إزاي هيواجه التكتلات اللي من المحتمل تكون دفاعية بالنسبة لفريق نادي سموحة. هو زي ما قلنا ان اشتراك عنده مرونه تكتيكيه، فعنده خيارات كتير قدام كل خصم بيلعبه. قدام الاهلي لما كان بيلعب مع الاسماعيلي سقط محمد فتحي كديفندر وحيد وزق عماد حمدي، عماد كان ديفندر لكن زقه جنبه حسني عبد ربه واخر ابراهيم حسن وكان اعتقد الجناح الثاني اسلام عبد النعيم، الاربعه بقوا على خط واحد. هو واجه، هو عارف ان خطوره الاهلي تكمن في خط وسط وعارف القدرات الكبيره جدا الموجوده في خط وسط الاهلي سواء من العمق ان كان عبد الله السعيد او دلوقتي صالح جمعه، والاجنحه اللي عنده فيها خيارات كتيره جدا، قلنا احمد حمودي وقلنا مؤمن زكريا موجود وليد سليمان. فانا اعتقد النهارده ان هو بنسبه كبيره جدا ممكن يعمل نفس الشيء، لكن هو عنده مشكله ان الاجنحه ربما مش بنفس قيمه الاجنحه اللي كانوا موجودين معاه في الاسماعيلي. اسلام محارب مشي، لا طبعا الجناح كويس جدا لكن هو بيعتمد ان هو ياخره شويه. امام حضراتكم اسف لمقاطعتك احمد، ده الدور الاول الاهلي وسموحه، كان وقتها كابتن حلمي طولان هو المدير الفني لفريق نادي سموحه، وكان من احد المباريات اللي كانت صعبه فيها النادي الاهلي، يعني كافح هجوميا حتى الدقيقه 90. صحيح، سموحه عنده غيابات كتيره جدا وداخل حتى بقائمه منقوصه، يعني داخل ب 17 لاعب بس، لكن رغم كده العناصر الاساسيه عنده تشكيله منطقيه جدا، واعتقد معظم العناصر هم من اهم الموجودين في الفريق في مراكزهم، يعني عنده في الدفاع موجود محمود عزت، موجود ياسر ابراهيم، في الباك اليمين رجب بكار، في الباك الشمال ايمن اشرف، في وسط الملعب عنده كل العناصر المميزين جدا، عنده مانجا موجود، عمرو المنوفي موجود، حتى الاحتياطيين احمد حمص موجود، محمود عبد العزيز طبعا ديفندر مميز جدا، في احمد رؤوف في الهجوم. فهو رغم الغيابات الكبيره اللي عنده لكن تشكيلته قوامه الاساسي منطقي جدا، واعتقد ان هو مش هيواجه فيه مشكله، الا زي ما قلت الفلسفه بتاعته وطريقه لعبه بيحتاج لجناحين بمهام معينه، ربما دي اللي تعمل له مشكله النهارده قدام الاهلي. اعتقد ان هو ربما يلعب بنفس الفلسفه ان هو يسقط محمود عبد العزيز كديفندر وحيد، وقدامه يكون عمرو المنوفي واحمد مانجا، ويأخر الجناحين ان كان غالبا بنسبه كبيره جدا لالا، وربما يكون حسام حسن. اعتقد يعني ممكن يلعب بيسري لكن ما اعتقدش، اللي هو لو لعب بيسري هيبقى مغامره شويه ان هو يبقى عنده ثلاثه في نص الملعب هيكشف الجناحين بتوعه، فانا اعتقد ان هو بنسبه كبيره جدا ربما يرجع ل 4 1 4 1 او 4 2 3 1 اللي هو بيحبها زي ما قال احمد واللعب بيها في ماتشات كثيره جدا. يعني احنا معنا زميلنا امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي من مقر اقامه النادي الاهلي في برج العرب قبل التوجه الى اللقاء. زميل امير برحب بيك الاول طبعا معانا في قناه النادي الاهلي، وعايز اسالك على طريقه اداء سموحه. احنا سمعنا التشكيل المتوقع للنادي الاهلي، وبرده الى حد كبير لسه الاستقرار على وجود جونيور اجايي ومين اللي هيلعبه من الاطراف، هو مؤمن هيبقى واحد فيهم ولكن الطرف الاخر، ولكن نبتدي في فيديوهات سموحه. تمام. انت محضر لنا النهارده ايه؟ اول حاجه طبعا في نقاط كود سموحه يمكن ابرز ثلاث نقط النهارده. اول حاجه محمود عزت، يمكن لو عرضنا الفيديوهات بتاعت محمود عزت في المباراه اللي فاتت كان يمكن اخطر واحد في الضربات الثابته، لازم رقابه محمود عزت في الضربات الركنيه، لان النهارده المباراه دي ممكن تخلص بضربه ثابته، ممكن تخلص بضربه ركنيه، هي ماتشات الكاس كده. طبعا لازم تخلي بالك من محمود عزت خاصه في ضربات الراس. لو عرضنا اول فيديو هنلاقي محمود عزت عامل في المباراه اللي فاتت ثلاث محاولات على المرمى، منهم اثنين اون تارجت، كل مباراه دايما بيطلع على القريبه، تلاقي العرضيه معموله، ادي واحده ادي على القريبه، نفس الكوره بتتعمل اللي هو دايما بيروح على القائم القريب، يعني بيروح على الزاويه القريبه دايما، يقطع نفس قطعه حسام غالي كده مع النادي الاهلي، تلاقيه قاطع على القائم القريب دايما بيطلع بطوله هوب يعمل المحاوله، وتلاقيهم كلهم اون تارجت. نعم. ده بره طبعا اسلام محارب، دي الكره مره ثانيه اللي حطها وبيسرق كده، بياخد ثلاث خطوات ويسرق بطوله فلازم لازم نخلي بالنا طبعا النهارده ان ايه من حته القائم القريب برده الكره اهي مانجا رفعها له، ودي اللي احرزوا بيها هدف، اللي احرزوا بيها هدف خلصت لهم مباراه الربع النهائي قدام المقص. والضربات الثابته في يعني من اهم الاسلحه الوصول للمرمى. ومش بس كمان محمود عزت، اضيف على كلام احمد ان عبد المحمود عبد العزيز مميز جدا، احمد رؤوف كمان مشاكس، يعني في الضربات الثابته محمود عزت طبعا هو رقم واحد، لكن في ثلاث اربع لعيبه كلهم مميزين، وعندهم احمد مانجا بينفذ الضربات الثابته كويس جدا، حسن ورؤوف كمان بيجيدوا العاب الهواء بالظبط، ومانجا بينفذ ضربات الثابته بشكل رائع، يعني كان عندهم اسلام محارب لكن كمان مانجا مميز جدا جدا. ففعلا
فعلا زي ما قال احمد الضربات الثابته سلاح خطير جدا جدا النهارده. دخول كمان حسام حسن، حسام حسن ده مميز قوي في يمكن هو ما كانش بيلعب المباراه اللي فاتت صحيح. لكن هو مميز قوي بحته الضربات الراس، واعتقد ان هو هيكون يعني هو بشكل هيكون كبير في وجود الغيابات هيكون بيلعب. ممكن النهارده كمان يغير طريقه لعبه، يعني مش شرط يلعب، ممكن يلعب 4-3-1-2 بحيث ان هو ما عندوش حد تحت راس الحرب، فيبدا باثنين ويدي حسام حسن شويه مهام دفاعيه بينزل لتحت ويجي احمد لالا من العمق. نعم ويبقى احمد رؤوف. نخش بقى في الفيديو الاخر طبعا احمد لالا. احمد لالا يمكن هو ده مفاجاه، منضم ليهم من بلديه المحله، ما لعبش كتير بس هو اللعيب مميز قوي. ده بعض الفيديوهات ليه، هو بيلعب جناح يمين شبه ابراهيم حسن كده، فيديوهاته مع البلديه نعم. هو ما لعبش، هيبقى مفاجاه. احنا بنعرف الناس احمد لالا نفس امكانيات ابراهيم حسن لاعب الاسماعيلي، عنده حته مهاري قوي ودايما بيخش على العمق وبيدي التمريره الحاسمه او بيسدد دايما، حته ان هو بيقطع على الجوه وبيشوط او بيدي التمريره الحاسمه. فانت يعني الجناح مثلا علي معلول لازم يكون عامل حسابه في النقطه دي. نعم. دي نقطه مهمه جدا ان هو دايما بيخش وسط، هو الجناح بيبقى عامل حسابه لو هو ناحيته، لكن لو ضم للعمق بيبقى خلاص المهام بتروح للاثنين. طبعا مع عاشور يضم عليه طبعا. نعم. زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان لازم عاشور او السوليه واحد فيهم يرحل عليه ويقفله على خطوره احمد لالا، خاصه كمان احمد لالا النهارده مش شرط يبدا كجناح، ممكن يبدا في العمق في. نعم. هو مهتم جدا بيه في التدريبات. هو بقى له قد ايه معاهم احمد لالا؟ من يناير. من يناير قادم لهم من بلديه المحله. هو صغير في السن. وعامل كان عامل موسم كويس في الدرجه الثانيه وهم جابوه، فبيقدم مستويات كويسه. والنهارده مش شرط يبدا جناح، ممكن يبدا كبلاي ميكر تحت حسام حسن وتحت احمد رؤوف. طيب في حاله عدم وجود لالا، هل في بديل اخر لاشتراكه ممكن يدفع مثلا يخلي احمد لالا كبديل ورقه رابحه في وقت من الاوقات، ويبقى مثلا يدي مهام تانية لاحد اللعيبه؟ الحاله الواحده ممكن لو دخل حمص في ارتكاز ثالث يحول عمرو المنوفي كصانع العاب. نعم. لان عمرو المنوفي عنده حته صناعه اللعب دي، فممكن 4-3-1 يبقى عمرو المنوفي قدامهم وقدامه احمد رؤوف وحسام حسن، لان عمرو المنوفي مميز قوي، هو يعني يعتبر دينامو الفريق، هو اللي بيمول الكرات كلها من تحت، فاحنا لازم طبعا يكون في ضغط ورقابه صارمه على اللاعب عمرو المنوفي. عمرو المنوفي يا احمد فاروق من اللعيبه اللي بتجيد التسديد، وحتى من قبل انتقاله لسموحه حتى ايام ما كان في الرجاء كان في اللعيبه اللي بتنطلق وبتسدد وبيجيب اجوان، وحتى يمكن احرز هدف اعتقد في الاهلي او الزمالك من تسديده من تسديداته البعيده. هل ممكن يلجا ليه التسديدات واشتراكه يعتمد على المنوفي وتسديداته؟ بالتاكيد المنوفي ومانجا كمان عنده اثنين في خط الوسط عندهم كره كويسه جدا بيسددوا بشكل كويس جدا. هو عنده وفره في لعيب الارتكاز، يعني هو الازمه عنده في الاجنحه وعنده ازمه في العناصر الهجوميه، لكن في لعيب الارتكاز موجود عنده المنوفي وموجود عنده مانجا وموجود محمود عبد العزيز، حتى احمد حمص موجود كعنصر احتياطي وربما يلعب بيه بشكل اساسي، فبالتالي هو في العمق عنده وفره، واعتقد ان هو غالبا هيركز على ده. هو ما عندوش حاجه يخسرها، هو داخل بقايمه فيها غيابات كتيره جدا، عنده ازمات في اكتر من مركز، فهو ما عندوش شيء يخسره، ربما زي ما قال احمد ربما يركز على الجانب اللي من العمق، ربما يدي مهام اضافيه للمنوفي واحمد مانجا ان هم يسددوا، برده ده سلاح لازم يكون فيه تركيز كبير جدا من خط دفاع النادي الاهلي، سواء قلنا الضربات الثابته او التسديد من بره المنطقه، اعتقد دي من الاسلحه المهمه جدا لفريق سموحه النهارده. طيب احمد ثابت في فيديو اخر بيتكلم فيه على خطوره الرباعي الامامي لفريق سموحه، وعلى راسهم هيبقى رؤوف ولا حسام حسن؟ رؤوف يمكن هو بيدي دايما حريه الحركه، لو عرضنا اهداف الاسماعيلي هو كان لما كان ماسك الاسماعيلي في الشرقيه، شوف حضرتك حريه الحركه اللي مديها لابراهيم حسن لحسني عبد ربه كان برضو يعني نفس. انت قصدك الرباعي الامام الاشتراكه مش لسموح؟ لا الرباعي الامام الاشتراكه المدير الفني. نعم نفس الكلام، بص حضرتك ابراهيم حسن هتلاقيه مره في اليمين ومره في الشمال في نفس المباراه. نعم. حريه حركه لان هو دايما بيخلي الارتكازين ما بيتقدموش، فتلاقي مثلا حسني عبد ربه زاد وابراهيم حسن دايما هتلاقي لا مركزيه عند الرباعي الامامي. نعم. دايما هو بيديها دي مميز قوي بيها، وكان بيعملها مع الاسماعيلي. لو شفنا الاهداف مثلا ادي الجون الاول، هتلاقي حضرتك ابراهيم حسن فين؟ راح مثلا ناحيه الشمال، حسني عبد ربه داخل العمق، بص نفس اللي ابراهيم حسن هو اللي عمل العرضيه، هو ابراهيم حسن هيبقى شبه بالظبط احمد لالا. نعم. يعني ابراهيم حسن بنفس الفكر بالظبط، نفس المهام بالظبط. نعم. يعني لو طبقنا الاسماعيلي قدام سموحه الاثنين نفس القدرات، ده نفس برضو المهاري بيخش دايما للعمق، نفس القدرات بالظبط. فشايف ان هو بيعمل السويتش، وعلى فكره ابتدى الحاجات ديت لويس فان خال في برشلونه لما ابتدى يعمل عكس فيجو، كان اوفر مارس وبعد كده كان ريفالدو، وبعد كده لما خدها منه السير لما كان كريستيانو رونالدو ده الجون الثاني. بص حضرتك الجون الثاني ابراهيم حسن ناحيه اليمين، كان في الجون الاول ناحيه الشمال، كان هو اللي عمل اللعبه من ناحيه من الجبهه اليسرى وبعد كده راح للجبهه اليمنى. طيب ده كده الفكر الهجومي اللي بيعتمد عليه اشتراك. طب انا ناخدكم بقى لبدايه اللقاء، وخاصه ده لقاء كاس مصر، وشايف احمد فاروق فريق النادي الاهلي بالاخص
بدايته للقاء الاهلي دايما معودنا ان هو بيلعب على الاستحواذ، بيلعب هو اللي بيفرض شخصيته، هو اللي بيفرض طريقته على المنافس. هل هيبدا الكابتن حسام بدري بنفس الفكر؟ اعتقد جدا، وزي ما بنقول الجمله اللي اعتدنا عليها من زمان جدا في الكوره، الهجوم خير وسيله للدفاع. هو اعتقد ان الضغط بشكل كبير جدا عن طريق الاجناب وربما في العمق، لكن على الاجناب بشكل اكبر هيحد من خطوره اجناب فريق سموحه، سواء ايمن اشرف كباك في الجبهه اليسرى او احمد لالا في الجبهه ده الجميل. الاهداف ومشوار النادي الاهلي في كاس مصر ده ماتش الالومنيوم، الاهلي والالومنيوم، والفوز بسته اهداف مقابل شيء، وده كان هدف عمرو جمال اللي ابتدى باهدافه، وهو ثاني هدافي الاهلي في الكاس. الاول هدف الاول عماد متعب باربع اهداف، ثاني هدافي الاهلي في الكاس وهو عمرو جمال. من مميزات مباراه الاهلي في الكاس انها رجعت لعيبه كتير، يعني في اكتر من لاعب كان بيواجه سوء حظ مباراه الكاس رجعته زي عمرو جمال زي عماد متعب، فانا اعتقد ان هي يعني فقل حسن على 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 نجوم الاهلي، وربما ده يحصل النهارده ان شاء الله. زي ما قلنا هو اعتقد ان الاشتراكه في حريه، قلنا ان في حريه حركه للاعبي خط الوسط، لكن لما في مباراه الاسماعيلي والاهلي لما لعب قصاد الاهلي لا كان موقفهم، كان موقف ابراهيم حسن، كان موقف اسلام عبد كان موقف ابراهيم حسن واسلام عبد النعيم في الجنبين، وكان عماد حمدي وحسني عبد ربه برضه واقفين في وسط الملعب، كان عامل ستاره من اربع لعيبه قصاد محمد فتحي الديفندر. فاعتقد ان هو النهارده هيعمل كده برضه، صعب ان هو يدي اريحيه وحريه حركه للاعبي خط الوسط، لانه هيدفع ثمن ده بوجود عناصر هجوميه زي احمد حمود وزي مؤمن زكريا وزي صالح جمعه اللي ممكن يميل لجنب من الجنبين. فانا اعتقد ان هو النهارده او على الاقل لو اتكلمنا عن بدايه اللقاء، لا عناصر خط الوسط في سموحه هيكونوا واقفين ومركزين كويس جدا جدا في وسط الملعب مع مفاتيح لعب النادي الاهلي. طب احمد ثابت، احنا كنا شايفين في بدايه الاهداف عمرو جمال جاب جون بالهيد وجاب جون وهو من وضع الحركه، واحمد وعمرو جمال من اللعيبه المميزين جدا في الكره العرضيه والعاب الهواء. هل ممكن زي ما قال مراسلنا امير ان فعلا يبتدي بيه كابتن حسام البدري ويعتمد على كره عرضيه كتيره؟ هو ممكن، بس انا بصراحه عندي وجهه نظر تانية. يمكن اجاييه في مركز الجناح ما بستفدش منه نهائي، يعني انا شايف اجاييه في مركز راس الحربه احسن بكتير، فانا شايف يعني كراس حربه افضل دلوقتي حاليا طبعا ازارو رقم 2 اجاييه، الاثنين في مستوى بعض يعني. لكن فانا شايف يعني انت لو هتبدا بعمرو جمال فهتضطر تستخدم اجاييه جناح، واجاييه في مركز الجناح شفناه حتى في اخر مباراه مش بالخطوره او مش بالمستوى اللي او مش بالمردود، يعني مش نفس المستوى اللي قدمه في مباراه الزمالك عكس مثلا البطوله العربيه. البطوله العربيه كان بيلعب لقاء فيه زناكو عامه يعني اجاييه لما بيلعب فيها كراس حربه، اجاييه لما بيلعب في كراس حربه لا شكل تاني، بيطبق فكر كابتن حسام ان هو بيستخدمه كمهاجم وهمي، بينزل دايما يسقط لتحت يفتح المساحات للي جايين من ورا، هو كمان فكره عالي قوي مهاري عنده، لكن لما بترميه طرف بصراحه بيختفي تماما. ده لقاء الاهلي و لكن عمرو جمال زي ما حضرتك قلت يعني على ضربات الراس، لا هو مميز طبعا بضربات الراس عمرو جمال، يعني لو استغلينا عرضيات النهارده باسم علي وعلي معلول الناحيه الثانيه، لا عمرو جمال طبعا هداف. ما دي الهدف الثاني عبد الله السعيد، محطه كويسه جدا اللي جاي من ورا حسام غالي اللي جابها، حسام غالي اللي جاب هذا الهدف، وكان حتى اللي عمل العرضيه علي معلول، وده لقاء الاهلي والداخليه كان تفوق الاهلي بهدفين مقابل هدف، فده لقاء وادي دجله اربع اهداف مقابل هدف من اللقاءات اللي يعني ليها ماركه مع صالح جمعه. ابتدى نهايه الموسم، يعني حتى شوف البدايه ابتدى نهايه الموسم بشكل قوي جدا، اعلن عن نفسه شخصيه داخل الملعب، قياده، مهاره، فن، معلمه، حاجات كتير قوي تحبها وتحب ان انت تشوفها في صالح جمعه. صالح جمعه امكانياته الفنيه لا خلاف عليها من فتره كبيره جدا، حتى لو افتكر المنتخب الاولمبي مع كابتن هاني رمزي 2012 بنتكلم من خمس سنين، كان صالح جمعه واحد من المواهب المبشره جدا في الكره المصريه، وكان الصفقه يمكن اللي عليها صراع كبير جدا ما بين الاهلي والزمالك، وهو اختار اللعب للنادي الاهلي. هو يعني عايز اضيف لك حاجه، كان في حوار ما بيني وما بين بوبراد مدرب المنتخب السابق ومدرب منتخب امريكا، بدايه كلامي معاه قلت له مين اللعيب اللي انت يعني خد انتباهك، فانا كنت متوقع ان هو هيكلمني طبعا عن النجوم الكبار، لكن المدربين الاجانب قال لي في لعيب في امبي اسمه صالح جمعه ده هيبقى من افضل لعيب صراحه، يعني كانت بالنسبه له رؤيه قويه جدا. انا عايز اقول لك ان انا بشكل شخصي قاعد من سنه 2011 تقريبا قاعد مستني صالح جمعه. صالح جمعه يمكن سوء حظ ووزنه زاد شويه وبعض الامور اللي واجهته فده اللي عطله شويه، لكن صالح جمعه اعتقد ان كان النهارده واحنا بنتكلم كان مفترض ان هو يعني بقاله اربع خمس سنين سوبر ستار الكره المصريه، لكن مش مشكله، انا نبكي على ما فات وهو استعاد بريقه بشكل كويس جدا جدا، فانا اعتقد ان هو واحد من اهم عناصر القوه في الاهلي سواء النهارده او في الخطوات اللي جايه ان شاء الله. يعني
عماد متعب في المباراه دي والهدف ده حقق رقم برضو ان هو من 2008 عبد الحليم علي كان اللي هو الهداف رقم 6 على الهداف التاريخي لكاس مصر. نعم. رقم 6 عبد الحليم علي كان 18 جون، عماد متعب دلوقتي بعد الجون ده بقى 18 جون، لو جاب جون ممكن يعدي يعني هو اللي قبله شريف الفار، كابتن شريف الفار جاب 19 هدف. نعم. كابتن مختار التتش جاب 21، فعماد متعب برضو عنده الفرصه لو جاب هدف ان هو يبقى خامس هدافين، يعني لو جاب جون النهارده عماد متعب هيبقى خامس هدافي لكاس مصر في التاريخ. طب انا عايز اسالك على عبد الله السعيد، عبد الله السعيد حتى في اللقاء الدور الاول كان مميز بشكل كبير جدا، وكان شفنا عمل العديد من الفرص وداخل على المواجهه مهمه جدا، وكابتن حسام البدري بيديله البدايه مره ثانيه، شايف عبد الله السعيد ممكن يكون المحور؟ اه طبعا، عبد الله السعيد لاعب مهم جدا من اهم اللاعبين في مصر لا غنى عنه، حتى في تشكيل الاهلي او في تشكيل المنتخب هو يمكن من احسن اللعيبه اللي بتعمل التمرير الطولي، من احسن اللعيبه اللي بتديك الكي باص، تديك التمرير الحاسمه لزملائه كلهم، لعيب مميز جدا. انا شايف ان عبد الله وصالح جمعه النهارده لو في الملعب لا هتفرق جامد جدا، ان انت لو عندك اجاييه بينزل يسقط وبيفتح المساحات لتحت لعبد الله او صالح، صالح كمان مميز بحته المراوغات الناجحه، فانت لما تستخدمه كجناح عنده حته الحل الفردي وعنده ان هو يدخل العمق ويلعب لعبد الله، عبد الله كمان عنده حته التسديد ممكن النهارده يخلص لك المباراه بضربه ثابته. عبد الله طبعا لما يبقى موجود وجنب صالح وجنبه مثلا حمودي، اعتقد ان الثلاثه دول جنب بعض هيعملوا يعني رباعي مع اجاي، يعملوا رباعي ناري. طب احنا معانا يا احمد المقارنات ما بين النادي الاهلي وسموحه في كاس مصر، والنادي الاهلي كان وصل للنهائي 50 مره من بطوله كاس مصر، وفريق سموحه وصل مره واحده، الوصيف وصل النادي الاهلي 15 مره وسموحه وصل مره واحده. النادي الاهلي طبعا البطل بتاع الكاس 35 مره، سموحه طبعا ما حصلش على البطوله ولا مره، والنادي الاهلي وصل للنهائي 50 مره، سموحه وصل مره واحده بس اخذ فيها الوصيف. نعم. يمكن دي المقارنه. في مقارنه ثانيه برضو ما بين نتائج الفرقتين في الدوري ما بين الاهلي وما بين سموحه. نعم. الاهلي لعب 34 مباراه وطبعا وسموحه لعب 34 مباراه، النادي الاهلي كسب منهم 25 ماتش، سموحه كسب 15 بس. النادي الاهلي تعادل 9 ماتشات، سموحه تعادل 12 ماتش، النادي الاهلي ما شاء الله ما خسرش ولا مباراه، سموحه خسر 7 مباريات، خط هجوم النادي الاهلي جايب 62 هدف او الفريق كله، سموحه جايب 49، دخل شباك النادي الاهلي 14 هدف بس، سموحه داخل فيه 40 هدف وده رقم كبير جدا، هداف الفريق هنا في الدوري عبد الله السعيد ب 10 اهداف، وطبعا ترتيب الفريق الاول السموحه هداف الفريق عندهم احمد رؤوف ب 8 اهداف. عبد الله السعيد هداف المواجهات ما بين الفريقين. ما بين الفريقين ب 7 اهداف. 7 اهداف. تمام. وسموحه الترتيب الخامس على الدوري. ده المقارنات. في مواجهات ثانيه؟ بالنسبه لكاس مصر يعني المواجهات التاريخيه، تاريخ المواجهات في كاس مصر بس. نعم. اتقابلوا مرتين، المره الاولى نص نهائي 2013 2014 سموحه كسب 2-1. نعم. في 2015 2016 كان ربع نهائي النادي الاهلي كسب 1-0. كسب 1-0 ودي كانت اخر المواجهات، وبرده سعد سمير اللي جاب هدف. اعتقد احمد فاروق هيبقى لقاء مثير، هيبقى لقاء فيه كوره، النادي الاهلي جاهز والنادي سموحه ايضا جاهز، ولكن الافضليه تذهب الى النادي الاهلي بالحلول. من الارقام اللي قالها احمد سموحه هجوم قوي ودفاع يعني الى حد ما ضعيف، 49 جول ده رقم كويس جدا، 49 في 34 مباراه ده رقم كويس جدا. ممكن كابتن مؤمن سليمان مشهور ان هو بيحب الكره المفتوحه شويه وبيميل لعناصر هجوميه، بس هو كمان ما ابتداش الموسم يعني اللي ابتدى كان كابتن حلمي طول عمره. اه ابتدى، لكن في الفتره الاخيره يمكن حتى مباراه ال 4-2 تكشف لك فلسفه قريبه جدا للارقام اللي بنتكلم عنها. بالزبط. يعني فريق سجل هدفين في الاهلي وده رقم، ده شيء مميز مش اي فريق بيعمله، لكن استقبل 4 اهداف. لكن برضه نقطه مهمه جدا ان فلسفه اشتراكه مختلفه شويه، اشتراكه من المدربين اللي نرجع تاني لمباراه الاسماعيلي، قدر ان هو حد من خطوره مفاتيح الاهلي، قدر ان هو يعمل ستاره في وسط الملعب ويقفل على اهم عناصر اهم العناصر في اجنحه النادي الاهلي في خط الوسط. فانا اعتقد ان الارقام دي لو استمر اشتراكه مع سموحه مش هنشوفها، ونشوف ارقام مختلفه تماما السيزون الجاي، وطبعا البدايه هتكون من النهارده يعني. طبعا دي كانت اخر حاجه معانا في فقرتنا ديت، وطبعا بشكر ضيوفي الكرام الناقد الرياضي احمد فاروق، كنت منور النهارده. ربنا يخليك، سعدت بيك جدا، وباحمد طبعا. ايضا محلل الاداء الاستاذ احمد ثابت، كنت منور النهارده. لا نورك، وصحت بتواجد مع حضرتك ومع كابتن احمد طبعا. اخر كلام زي ما قلت لحضراتكم، لسه مستمرين مع حضراتكم التغطيه الخاصه للقاء النادي الاهلي امام سموحه نصف نهائي كاس مصر، ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، هيكون هيضيف يعني لاستوديو النادي الاهلي كابتن عبد الحميد حسن، ما تروحوش بعيد، نادي الاهلي حسن.